what is the Qataris did in the past, and still they are still doing it, it's the same. The Saudis also the same. حصار قطر أزمة مفتعلة، هذا ما اتفق عليه المنتدون في الجلسة الحوارية التي نظمها نادي الخليج في لندن الثلاثاء 27 من يونيو. لكن المشاركين أيضا اتفقوا على أن هذه الأزمة نابعة من خلافات ونزاعات خفية وتاريخية أيديولوجية وسياسية واقتصادية. طمع العائلة المالكة السعودية بالغاء في ثروة الغاز لقطر، هذا أيضا عامل لا يشار إليه، لكن هو أحد العوامل الخفية في الصراع بين العائلتين المالكتين. من جانبه فقد سلط الباحث الإنجليزي ستيفن بيل الضوء على الدور الأمريكي المستفيد من توسيع دائرة الصراع والخلافات بين الدول الغنية بالثروات الطبيعية، وهو ما يجعل الأمريكيين يبرمون مزيدا من صفقات التسلح للدول المتورطة في الإرهاب بدعوى محاربته. 3 days after Trump's statement in the Rose Garden, Deputy Secretary Mattis signs a deal with Qatar to sell $12 billion of aircraft. Now, excuse me, you're accusing somebody of funding terrorism. But you're selling a lot of weapons. وإن تكن الإمكانيات المادية التي تتمتع بها السعودية ومهما وقفت أمريكا خلفها سندا وداعما في حربها المفتعلة على قطر، فإن ذلك لن يكون مدعاة لتوسيع نفوذها أو بسط قوتها على الخليج، فارتدادات ذلك عكسية تماما. محاولة احتلال أو إسقاط النظام أو مساعدة انقلاب أو ما أشبه، فأعتقد أن هذه الأزمة ستطول وسيكون الخاسر في النهاية السعودية، ولكن حتما هناك تغيرات إقليمية بسبب هذه الخضة التي جرت. نزاعات الاستئثار بالسلطة والثروة في دول الخليج يهدد رابطة دول مجلس التعاون بالتفكك والانهيار، وإذا ما حل البلاء على هذه الدول فذلك بسبب ما اقترفوه من ظلم وقهر للشعوب الخليجية كالبحرين والسعودية والعربية كاليمن وسوريا، وبذلك فهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.